لا أعتقد أنك تدرك مدى خطورة هذه الأعراض المصاحبة لألم أسفل الظهر، ومما لا شك فيه أنها قد تشكل خطرا كبيرا على حياتك. وعلي من الضروري مراجعة المختص أو قسم الطوارئ فورا. وفي هذا البحث سأبين لكم هذه الأعراض الخطيرة والتي تعرف بعلامات الخطورة Red Flags. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول هذه الأعراض الخطيرة كسر في الفقرات. في الغالب يكون نتيجة الإصابة جراء الحوادث، لذلك يجب عليك عدم التهاون بألم أسفل الظهر بعد الحوادث المرورية، حوادث السقوط من الأماكن المرتفعة وغيرها. علاوة على ذلك، المرضى المشخصين بهشاشة العظام والمرضى الخاضعين للعلاج بالستيرويد تكون احتمالية تعرضهم للكسور مرتفعة جدا. ثاني هذه الأعراض الخطيرة الأورام الخبيثة، أجارنا الله وإياكم. إذا كان المريض يعاني من الأورام غالبا ما يمتد هذا الورم إلى العمود الفقري مسببا ألم شديد في أسفل الظهر يصعب تحمله. وهنا يتعين علينا الإشارة إلى أهم أعراض الأورام: فقدان الوزن، فقدان الشهية، التعرق في الليل، والإجهاد الحاد جدا. عند ظهور هذه الأعراض يتعين عليك مراجعة قسم الطوارئ أو المختص فورا. وثالث العلامات الخطيرة العدوى في النخاع spinal infection. من المرجح أن نلاحظ ارتفاع في درجة الحرارة الحمى المصحوبة بألم شديد أسفل الظهر، وهي علامة على الإصابة بالعدوى في النخاع. وقد يكون هذا الاحتمال مضاعف إذا كنت تعاني من نقص في المناعة أو تتعالج عن طريق الوريد، لذلك يتعين عليك استشارة المختص فورا. ورابع العلامات الخطيرة متلازمة ذيل الحصان كوادا إكوينال سيندروم، ولعل أبرز العلامات والأعراض فقدان السيطرة على البول والخروج، حيث لا يستطيع المريض التحكم في إخراج الأبوال والفضلات أعزكم الله من الجسم. احتباس البول والفضلات في الجسم وفقدان القدرة على إخراجها، وهي علامة على خلل وظيفي حاصل في العصب. ومن الضروري مراجعة الطوارئ فورا، لأن التأخير قد يسبب الشلل لا قدر الله. وخامس هذه العلامات الخطيرة التهاب المفاصل الفقاري المحوري Axial Spondyloarthritis، وهو التهاب يتكون داخل الفقرات مسببا ألم شديد في الظهر والصدر والأكتاف والحوض. ويصحب هذا الالتهاب إرهاق، اضطرابات في النوم، قلة مرونة المفاصل، وتيبس المفاصل خصوصا في الصباح. وجدير بالذكر أن هذا الالتهاب يكون واضح في الأشعة العادية كما نشاهد في الصورة. وآخر هذه العلامات الخطيرة الاعتلال النخاعي في الفقرات العنقية Cervical Spine Myelopathy، وغالبا ما يسبب اختلالات في المشي وصعوبة في التوازن، إعاقات اليدين وخشونة مفاصلها، صعوبة الإمساك بالأشياء وإسقاطها من اليد. اكتشاف أحد هذه الأعراض يتطلب مراجعة فورية للمختص أو الطوارئ، لأنها في غاية الخطورة وقد تشكل تهديد كبير على حياتك. وعدم التدخل السريع قد يؤدي إلى الشلل. ومن جهة أخرى، عدم تواجد هذه الأعراض هي علامة جيدة على أن مشكلة ألم أسفل الظهر بسيطة، ومن الممكن جدا التغلب عليها بالعلاج الطبيعي والأدوية. هنا قدم دليل شامل لعلاج مشاكل ألم أسفل الظهر والانزلاق الغضروفي، أنصحك بمتابعته. إذا تعرف أحد ممكن يستفيد من هذا البحث لا تبخل عليه بالمشاركة، ودمتم بصحة وعافية.